ويبهدلوا لي البيت وانا انضف وراهم، ده ايه ده؟ كنت بيعمل فلوس ثلاثة شهور معاك. والله الكلام هتقول صاحبتي وبحبها، بحب العب معاها. صاحبتي مكبرة وانا معاها صغيرة. ممكن بقى جوه الأوضة يا ليت انت عامل كده؟ ايه؟ لصاحبتي حبيبي، اتكلم جوه بيتك، بس عايز هو المشهد يبقى ماشي، يبقى الموضوع كله هنا. ما تاخد فلوس من جوه، تتكلم بصوت عادي بقى، تكلم. لا إيه تقول لك انت، الموضوع ده كله يعني. يعني تجيب ده فلوس عشان ايه؟ تجيب هدوم؟ ماشي، ما بتعرفش تكلم الفلوس، ما تعرفش ان هو بقى. وبعدين بص طنط طنط، دي صاحبتي انا بحب العب معاها، لان احنا صغيرين قوي بلعب معاها. فهو يا غزل ولا انا بحب غزل، انا بحب غزل. دلوقتي افتح حساب توفير من خلال اي سي بي موبايل. طبعا المشهد بيتعادل مرة بعد الاطفال بقى نعمله طبعا. كذلك يا سلمى نظرة محمد، هذا المشهد بتقف مرة. يلا وقلبنا الآية بتبقى تعملي ايه في بيتي؟ انا بلعب مع فيروز. مين سمح لك اصلا تدخلي بيتي؟ ما هي نزلت وقالت لي تعالي العبي معايا، وانت اصلا تعرفي احنا اصحاب من وقتنا قد ايه؟ من وانت قد ايه يا حبيبتي؟ من قبل انت تتجوزي باباها. يعني الكلام ده كان ايام امها. ايوه، هو احنا كنا بنلعب مع بعض عادي. ايوه الكلام ده كان زمان، لما انا جيت هنا ممنوع اصلا تدخلي شقتي. انت فاهمه ولا لا؟ اخرك هنا تلمي زباله، تسيقي سلم، تجيبي لي طلبات بيض، انت هنا بوابه بس مش اكتر. تنزلي تحت تلعبي بقى في شقتي ومستنيني بقى انضف وراكي، يبقى انت ما عندكيش دم، صح؟ تمام. ثانيه واحده، خدي بعدك يلا وانزلي من هنا. يلا يلا خلصي بسرعه، ما بقاش غير ولاد البوابين اللي يلعبوا مع عيالنا. يلا دي جربانه معفنه بنت بوابين، طلعت تلعب معاكي ليه؟ انا بحبها، انا بلعب معاها. لا مفيش حاجة حابسة اسمها بتلعبي معاها على طول، عايز تلعبي معاها تاخديها عند بيت مامتك يا حبيبتي تلعبيها معاكي، هنا ما بدخلش بيتي بوابين. بس أنا بحبها. حبيها براحتك بس في بيت مامتك مش في بيتي. شكلك بتحب، مش عارفة ليه بتحبي تلعبي مع بوابين، ما عندك ولاد الناس كتير أهم. غريبة قوي. جت البكا بقى. إيه؟ لا تخش على الشغل. سلمى يا فسوسه من جنبي اللي بتمشي بيها هي على طول. كل فيها هدوم ولا بتاع الغزل؟ ادي بتاع الغزل. قولي مين اللي بيغنيها دي؟ حياتي عيني. حياتي حياة خمس شهور تبقى احسن من الناس كلها ان شاء الله. اعمل لك تاكلي اندومي دلوقتي، خلي بالك. ينفع تاكلي اندومي ولا ما ينفعش؟ انا زعلانة كده يا حضرتك. يا حاج يا حاج انا عندك. يلا بينا. ما انا زعلان منك يا كومبو. انا زعلان منك. ازاي مش صاحبتي؟ ازاي مش صاحبتي؟ يعني لا هتيجي صاحبة حلوة تمشي تلعب معاكي بتكبتش ناس. حاضر يا طنط. بس خبزة جديدة بقى.
فيدي كيلو فيدي كيلو. بص هتيجي انت تجيبك الشقة وانت جاي من هنا. تعال انت انا نازلك كده انت نازل جوه. حياة وسعك ده حياة. مع اني زعلان منك يا طنط. لا ما تقولش حاجة مع اني زعلان منك يا طنط. ايه لا؟ زعلان منك يا طنط. عايز صاحبي حد هات واحدة بالكنيسة العب معاها ماشي. ماشي. بالكنيسة. خد. اه؟ انت مش قافلها منها بنت البابجي؟ يلا. واحد اثنين. انا بحبها يا طنط خلي بالك ها؟ يلا. طيب. خد يا بنت انت. هتقف عند بنت صاحبك تنادي عليها طنط انا نازلة. انا في الجنينة ها؟ ما عنديش عليها مني كده. يلا. واحد اثنين. ثلاثة. ده انا نازله ها؟ فيروز امسكي كده امسكي الباب تفتح انت نمت على الباب كده. اجمد يا فيروز اجمد يا فيروز اجمد على نفسك شويه طنط ها؟ طلعت طنط انا ماشيه ها؟ ماشيه فين؟ ايه نازله اه واحد يلا طلعت نازله رايحه فين؟ نازله العب. اه تلعبي في الجنينه يعني. اه بس انا متضايقه منك. متضايقه مني ليه؟ عشان انت مشيتي صاحبتي. علشان طبيعي امشي البت الجربانه بنت البوابه ده. عارفه لو انت كنت بتلعبي مع واحده بنت ناس كنت سبتها تلعب معاكي، لكن على اخر الزمن هلعب عندي بنت بوابين. طب انا نازله. ماشي انزلي. في الجنينه بس. يلا حاجة تحت. فيروز يا بابا فوق. انت ندى. سامي ندى. ما انا بسمش بابا فوقك تطلع عشان هي مش. زعقتني. ما بتحبش نفسها اصلا. صح حاج تمام؟ ايه؟ لا. بدا خليك ادور. بص يا غزة طنط فيروز. يا جدة لا فيروز قد ايه؟ ماما انت عارف. ليه؟ لا اتعلم بقى عملت بوابين ليه؟ يعني فيروز انت بتلعبي مع بوابين ليه؟ وعادي انت مقرفة ليه؟ ليه انت مقرفة ومعاك؟ ما انا قلت لك ايه في العادي انت جاي على الشباب وانت ايه؟ بصي كل واحد حاطط بيته ولا كل واحد حاطط بيته حبيبتي ونرجع بحد وسيعي يبقى احنا من الشعب العمر اه كلمي امي خلاكي يا ندى في الاخر هقعد هنا انت تنزلي قاعده هنا يا بنت نزلت ليه؟ كمان انا قاعد اكلمها اه بعد اذن حضرتك طب ينفع نزلت ليه يا غزل ها؟ يا ماما قالت لي يا ماما وانا بلعب مع فيروز اه ده عايز ايه؟ ده بص ابو فيروز انت اخر أم فيروز طلع أم فيروز طيبة وجميلة وقعدة عند الزوق بص بقى لما كنت غلط ولا كنت جبت شيء مثلا من العمارة ليه بقى أنا ما كان فيش حاجة لحد يا بيت مش حاجة لحد خالص أنا أي حد يقول لي كلمة أم أنا بوابة هي نسيت البوابة خلاص مش حاجة مش بوابة حبيبتي في إيه يا غازل نزلتي ليه يا حبيبتي؟ ماما أنا زعلانة أوي يا ماما زعلانة من إيه؟ وانا بلعب انا وفيروز يا ماما كنت بقى دخلت عليا وقالت لي فيروز انت بتلعبي مع البوابه ليه؟ ماما انا زعلانه قوي وتعرفي يا ماما قالت لي ايه كمان؟ قالت لي هو انا اخري معلش انزلي قولي لها يا ماما يا
احنا ليه مش معانا فلوس يا ماما؟ على طول؟ اه. ليه بقى مش معانا فلوس؟ هنروح. ها؟ وليه مش هدي بابا يا ماما؟ ليه؟ قول لي حصل كذا كذا. محمد. بس. ليه ماما معايا؟ ليه ماما؟ ماما احنا ليه ماما مش عاملين؟ وليه ماما مش عاملين؟ ماما بقى اه يا ماما ليه كده يا ماما؟ ليه اللي حصل في ايه؟ اصلا؟ واخد كتير من الزباله وكمان قالت لي انت مقرفه. يا ماما انا عايزه اقول لك على حاجه. انت يا ماما لو ما اشتغلتيش بوابه كان حلنا يا ماما. محدش بيتريق عليا وبيقول لي بنت البوابه يا ماما ويضايقني يا ماما ويزعلني بالكلام ده يا ماما. انت ليه اشتغلتي كده يا ماما؟ قلت لك يا غزل ان الشغل مش عيب. وبعدين تعرفي ابو فيروز كان متجوز ام فيروز دي كانت ست طيبه ومحترمه. طلقها واتجوز الست ندى دي. الست قالت لي الذوق. بصي يا غزل اي حد من سكان العمر وبالذات مدام ندى دي لو طلبت منك اي حاجه قولي لها كلمي امي. انت مش بوابه هنا انا اللي بوابه هنا يا غزل. طب يا ماما هو انا معفنه يا ماما؟ انت زي هو انا وحشه طيب يا ماما؟ طب ليه قالت لي كده؟ مالكيش دعوه بيها. انا بقولك ست قالت لي الذوق. تمام يا غزل اي حد يطلب منك اي حاجه في العماره قولي لهم كلمي امي بس. معلش طب يا فريق خش ايه ده شو زمن ايه اللعبه دي بجد عادي ورد الفلوس انت اخيك سباك طنط يا طنط يا طنط انا هل تيجي معايا يا طنط؟ لا انت طنط تيجي معايا انت وغزل. ليه؟ انا عادي جبت لهم طنط اللي غزل جديده واعمل شعرها وقعد اغيرها خالص. تلعب معايا؟ مش تلعب معايا فوق. عارفه يا طنط اللي مش عادي حد يعرفها؟ عارفه يا طنط اللي بيخليني هنا؟ انا باجي عند عمي هنا مش هلعب مع غزل بس. انا عشان يلا ماشي دانتي دانتي. بص يا حبيبي انا زعلت بس بص حاجه لا لا ولا تعالى معايا دانتي. لا 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 فلوس منين؟ خد يا فيروز عارف فلوس جايبها من حوشها وبتاعتي. عادي اجيب طقم من غزل الجبن الجديده واعمل مش عارف التوفير. شكرا يا فيروز ولا لا عشان مش عايز حد يعرفك. انا عايز اغير خالص مش تعرفني. طب ما انا بره ما بروحش تعرفني. اه لا ايوه هو ده قصدي كده. خليني العب معاك. ايوه هو ده قصدي كده. احبك قوي يا فريدة. ماشي انا اخد فلوس. تعالى يعني انا يعني فلوس عشان تجيبوا بقى دول يا غزل. زعلان؟ لا مش زعلان يا طنط. لا مش زعلان عشان انا بحب غزل اصلا يا طنط. عشان بحب. بص اتفضلي يا جدعان تعالى نجيبوا دول. خش اطلعي انت فوق. قولي لها انت اطلعي فوق وانا اجيب لك حاجه. لا لا ما اعرفش. اطلعي فوق ها وانا هخلي غزل تخبط عليك. لا انا هستناها في الجنين. ماشي بس يلا تعال 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 تع